عندك منصة إعلامية وكمان عندك برنامج بتقدر تقول فيه كل اللي انت عايزه وكل اللي بيجي على بالك وكل اللي بيفكر فيه المشاهد، حلوة قوي قوي زي الفل الكلام ده. بس خلي بالك، شرط يكون حقيقي، انت حر بس في نفس الوقت لازم تكون مسؤول. قول اللي انت عايزه بس خليك عارف كويس قوي ان في ناس تانية عارفة الحقيقة وهتسألها. احنا بقى الناس التانية دي. الجري نص الجدعنة. ثم قال بريبيتش. بريبيتش؟ ما هو استاذ نشأة، طول ما انت ما بتقول بريبيتش مفيش حد من الجمهور هيجي لك. انت ايه اللي مقعدك هنا كده في اول حلقه وانا لسه ببدا الحلقه؟ اه استاذ نشأة انت صعبان عليا، عارف انت لو بتقول كلام بقى من الكلام الحلو الناس كلها هتجي لنا في اللوكيشن كده، هيقعدوا ورا الكاميرا ويسقفوا ويزيطوا وتبقى ايه؟ بس بس بس, بس ايه انجز، عايز ايه؟ انا فكرت في مشروع كده ونفضها سيره من البرنامج بقى ونفتح المشروع اللي في خيالي، قرشين منك على قرشين مني ونفتح مشروع جديد بقى ونفضها من سيره البرنامج. والله نفسي اعمل مشروع مغرب. طب قول لي انت في دماغك فكره؟ يعني انا في حته ارض عندي في العباسيه. حلو، بس الارض دي ايه؟ واسعه وبرحه. الله، نفتح فيها سيرك. سيرك ايه يا مغرب؟ انا وانا قاعد على الفيسبوك كده وقاعد بتصفح لقيت ان تركيا خلاص جابت ورا وهتسلمنا الناس اللي عندها كلها، الناس اللي هي ايه مش ولا بد دول. ايوه يا مغربي، سامعين الكلام ده يعني؟ بس ده علاقته بالسيرك؟ اه يا استاذ نشأة، ما احنا هنجيب الناس دي تعمل لنا بقى الفقرات جوه السيرك. اه انت قصدك نفتح سيرك ونجيبهم يشتغلوا فيه. اه طب واحد زي الواد محمد ناصر ده نشغله ايه؟ عندي ليه حته فقره بنص مليون جنيه. ايه قول لي؟ عارف يا استاذ نشأة انت فقره الاسود؟ لا يا راجل، هتجيب محمد ناصر مدرب اسود؟ لا انا هغيرها، هخليها فقره القرود. هتجيبه مدرب قرود؟ لا، قد من القرود. اه دي لايقه عليه قوي. طب والواد معتز مطر؟ شفت يا استاذ نشأة فقره السكاكين؟ اه فقره السكاكين دي اللي هي بيحط واحد على الحيطه ويجيبوا حد يقعد ينشل عليه كده وبتاع. بالظبط يا استاذ. لا بس دي فقره خطر برضو، ما ممكن يحتف السكينه ترشق في عينه. لا ما احنا هنوقفه بظهره. ايوه ما هو برضو السكينه ممكن ترشق في عينه يعني برضو كده. بقى فاضل مين يا استاذ؟ زوبع. ده خليه عند امه. طيب تمام يا مغربي، حلو قوي المشروع، نبقى نفكر فيها. بس دلوقتي المهم بقى الفقره بتاعت التوك شو عشان خلاص البرنامج بدا اساسا. عارف قهوتك يا استاذ؟ عارف قهوتك. قهوه ايه يا مغربي؟ انا بقول لك الفقره. اهو استاذ نشأة، انا هروح اكتب الفقره وسيادتك هتقراها وهتقطعها وفي الاخر هتقول لي اعمل لي قهوه. والله بقيت بتفهم يا مغربي، كتر خيرك. والله كلها خبرات يا استاذ. حبيبي حبيبي، مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ما وراء. لا انا بقدم خلاص، انا الحلقه هتبتدي. مع السلامه. خلاص كنت يلا يا حبيبي، يلا ما اهلا بحضر. يلا يا رخم، مساء الخير، اهلا بحضراتكم. اوعى على من قدام الكاميرا. التوك شو بعيدا طبعا عن احلام مغربي الغريبه، فاللي بيتابع تصريحات تركيا الرسميه في الفتره الاخيره اكيد بيسال هو في ايه، يعني ايه اللي حاصل، هي مالها تركيا كده بدات تجيب ورا؟ يعني جاب ورا خدي. مصر حلوة، مصر جميلة، وبنرحب بجهود مصر. وأردوغان يقول لك احنا أقرب لمصر من اليونان، ومستشارين نازلين كده بطقم حنية علينا. يعني يا جدعان في ايه؟ هي مش مصر كانت بالنسبة لأردوغان الإخوان وبس؟ من كام يوم ظهر لنا فيديو كده لمحمد ناصر كان مستضيف فيه حد من رجالة أردوغان. ناصر اتخض قوي وهو بيسمع كلام الراجل عن مصر. والله رياكشن ناصر كان بيضحكني، وإن السعودية بتتدخل في الموضوع. ناصر وشه اصفر في لحظة كده، تحس إنه سرح لدرجة إن أنا شخصيا تخيلت إنه كان بيحلم بفرج. محدش بيستخبى من قدره، كله رايح، كله رايح. لا كله راجع يا عم ضياء، ما تقلقش كله راجع. حمد لله على السلامة يا هشام، تسلموا عبطال. كله هيتقال له حمد لله على السلامة. مصر ما بتنساش اللي غلط فيها. وتخيل بقى لما يكون اللي غلط دي من النوعيات اللي عايشة في تركيا دول، ويوميا على بابا الله بيدوروا شتيمة في مصر وافتراءات وادعاءات على مصر. عمك معتز مش كنت بتصفر؟ ونزلوا صفروا وبتاع. ما فيش صفارة صفر بايديك، احنا قد على ناس بنصفر طول اليوم. ما فيش صفارة تصفر بايديك. زمامير 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 زمامير. ده مغربي هيصفر في ودانك انت ومحمد ناصر وزوبع ومشهور وحرنكش وكل شلة مكملين وايمن نور والرجالة والستات. وعشان نبقى فاهمين بس، جزء من الاعلام الاخواني في تركيا، الاعلام ده بينقسم لنوعين، ناس عايشه وناس كويس انها عايشه. اللي عايشين نوعيات زي محمد ناصر ومعتز مطر وزوبع وسامي كمال، وطبعا الجدع اللي قاعد على الكيس اللي هناك ده اللي اسمه ايمن نور، دي اللي بتتحول عليه الفلوس، اللي يرضى عنه يا بخت هاخد دولارات ويسكن في فيلا او شقه تحفه تحفه، ويبقى معاه خدم وعربيه ويعني سبحان العاطي عبد العاطي. وجنب دول بقى في حبه كده من الاخوان محسوبين على الاعلام زي قطب العربي وناس تانية كده، يعني اقسم بالله ما تعرف محسوبين ازاي على الاعلاميين، بس ربنا فاتحها عليهم والسكه رايحه مع قطر
ودولاراته وبرفاناته ومرتباته حاجه زي الفل. في مجموعه تانية بقى على جنب كده، دي لا عارفه تطبل لايمن نور ولا عارفه تجيب مسائل لمحمد ناصر ولا شغاله في الازرق لقيادات الاخوان في تركيا، يعني من الاخر ناس اتضحك عليها وبيتلعب بيهم الكوره. النوعين دول عايشين في خلاط واحد والاثنين مرعوبين من فكره التقارب بين تركيا ومصر. بصوا بقى، احنا قلنا التقارب ليه؟ لان لا في صلح ولا في اي حاجه حصل. كل ما في الموضوع ان تركيا عماله تخسر وكل رهاناتها بتضيع واقتصادها بيتراجع واحده واحده بشكل مرعب، وكل ما تحط امالها على موضوع معين تلاقي مصر واقفه فيه. احنا جامدين قوي، لا غاز متوسط هتاخد منه حاجه ولا بترول ليبيا، والناس العاديين في تركيا اللي هم مش خرفان بيسالوا عن سر العداء ده ومع مصر بالذات ليه وليه عمالين نعاديها كل شويه. فما فيش قدام تركيا الحقيقه غير انها تشوف مصر عايزه ايه، او بالبلدي كده ترمي بيضها. السوشيال ميديا دي بحر ملوش قرار، حاجة كده زي اسطورة بحيرة قارون ملهاش آخر. لو انت سباح محترف برضو ممكن تغرق على فكرة، كل واحد ممكن يقول اللي هو عايزه والناس بتصدق وبتشير وبينتشر زي حرائق الغابات بالظبط. عمرك ما تعرف هي بدأت منين ولا أولها فين ولا آخرها فين، بغض النظر طبعا على اننا ما نعرفش مين اللي بدأها، لكن كمان ما نعرفش غرضه ايه. احنا بقى قررنا كده بسم الله الرحمن الرحيم نشمر وننزل البحر ده معاك. وانت جامده 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 بس اهدى. ايه ده؟ صباح الفل يا عم بحيري. صباح الفل يا عم مغربي. مالك يابا ماسك البايك كده وقاعد شغال في ايه؟ بص انا داخل فيلم جديد وهعمل دور فتوة. في ايه؟ فتوة. وانت مبلشي مبحيري؟ انت مغربي ما تعرفش اللي انا كنت بطل كمال اجسام، بس انا بقالي كتير ما بلعبش حديد عشان قله الفلوس، بس هتلاقي جسمي خاس شويه. كمال مين واجسام مين؟ انت ما تبصش نفسك في المرايه خالص؟ طب بص بص الصوره دي يا فندم. ايه ده؟ ايه ده؟ طب هو وشك هسامحك فيه، لكن ايه الجسم ده؟ ده تركيب يا عم، ده تركيب. فكك انت بتشك في نزاهتي ولا ايه؟ بشك في قدراتك في الفوتوشوب، انت عطلان خالص. مش معموله حلو؟ هو ينفع طيب؟ طب انا اعمل ايه؟ طب انا عاوز فلوس، اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ انا عندي ليك حل. هتديني فلوس؟ لا مش انا، هو انا اللي اكل. انا عندي ليك حل من الاخر، هعمل واحده بقى من بتوع زمان. نصبايا على السريع، نصطاد اي بنت غلبانه من اللي معانا في القناه ونتكلم معاها كلمتين، وشويه الصور اللي معاك دي لو شافتهم نطلع منها باي فلوس. انت عايزنا ابن جسم حرام؟ هو احنا مش هنقبض من القناه؟ اول ما هنقبض هنرجع فلوس تاني. اذا كان كده ماشي، هو ده الكلام المظبوط. صباح الخير. صباح الجمال. صباح العسل. صباح الدلال. صباح القشطه. صباح السكر. صباح الهنا. بس 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 ايه الصباح الاوفر ده؟ هو انت شيك قوي كده ازاي؟ هي اول مره تبقى شيك؟ ما طول عمرها شيك يا مغربي، في ايه؟ بس انت زي ما هي جميله من جوه جميله من بره. هي اول مره تبقى جميله؟ ما طول عمرها متعلقه. متعلقه. متزحلقه. متزحلقه. بس 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 ايه انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شوفي يا استاذه بسنت، الموضوع كده بصراحه ومن الاخر، اخونا بحيري مترشح في البطوله مع استاذ ياسر جلال، هيعمل الفتاوى الجزء الثاني وياسر هيطلع صاحبه. ايه بحيري؟ إيه؟ انا شايفك انك بتتهكمي يعني يا استاذ. لا 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 بحيري بحيري اطلع بالملفات اللي معاك، شوف الصور. بص انا مش هتكلم، الصور هي اللي هتتكلم. اتفضلي. ايه ده انت شايل الهرم؟ انت مش عارفه اللي ثلاث ارباع وزن عضلات؟ الهرم ده بالنسبه لي ريشه. ايه ده انت وقفت القطر بايديك؟ انت عاوزاني اشوف قطه قطر هيدوسها وما وقفوش؟ لا ما عنديش قلب يا مغربي، يعني انا مش انسان. لا لا طبعا ما عنديش قطه في البيت. قد ايه بني ادم قد ايه بني ادم الراجل ده؟ انا هعمل لك اللي انت عايزه، انا مستحيل اتخلى عنك يا بطل. خد الفلوس دي، خد كل اللي معايا. بس يمكن تكوني محتاجاهم ولا حاجه. بس لا لا انت اهم، ربنا يوفقك يا بطل. ربنا يخليك لينا. ربنا يوفقك يا بطل. اهدى انت معلم كبير. اهدى انت برنس اقسم بالله. ايه ده يا مغربي؟ اهدى اهدى خالص دلوقتي يا بحيري. هو انتوا فين يا اساتذه؟ استاذ نجحت يا استاذ نجحت. ازيك يا ريس عامل ايه؟ الحمد لله. انتوا بتعملوا ايه؟ احنا ما بنعملش حاجه خالص خالص. اخونا بحيري يعني مترشح لبطوله كده يا استاذ، وكنا بنبارك له. لا بجد والله. بطوله ايه يا بحيري؟ بطوله الفتوه، الفتوه الجزء الثاني. الله، هتعمل مسلسل الفتوه؟ الف مبروك، انا كنتش اعرف. طب بس انت كانت بتعمل معاكوا ايه؟ مش فاهم. ما هي هتعمل الفتوه الجزء الثالث. لا هي كانت بتدينا فلوس عشان اروح الجيم والعب حديد بقى واظبط امونيا الحركات دي بقى. هو انت خدت الفلوس دي من بسنت يعني؟ ايه ايه
ليه يا بحيري خدت الفلوس دي؟ اروح الحديد بقى اخد امونيا واخد باودر واعمل بقى عضلات بقى انا اعرف واحد بتاع امونيا هيظبط. انت طلعت ابن حلال يا بحيري حبيبي. والله العظيم ابن حلال. إيه؟ انت تعرفش انا كنت بدرب جيم زمان؟ تعرفش الموضوع ده استاذ نجا؟ انت عندك خبرات كتير انا عارف. لا اتفرجوا بص الصور. ايه ده؟ بص ده انت عملاق. اي يا ابني انا خسيت بس عشان البرنامج، انما انا اساسا كده. انا واخوك هاني حمدي مرة لسه قاعدين والله بنفس الكلام يا بحيري، قلنا هنفتح صاله جيم هنا في زايد جنبك مش هتاخر. دول كام دول يا بحيري؟ حلو قوي. حلوين حلوين. دول اول اشتراك سنه. تعالى بكره انت بس تلبس لبس رياضي، اوعى تلبس جينز. ها فاهم؟ الاسترتش والتيشيرت. ايوه ما الجينز مش هينفع معانا. ماشي يا كابتن. حبيبي هتبقى قمر في المسلسل ان شاء الله. حبيبي طبعا توفيق يا شباب. وفرنا حق المواصلات يا معلم، ولا نروح ولا نيجي ولا بتاع. ايه رايك؟ انتهى بلا بحيري. ليه؟ ما هي الصور دي برضه فوتوشوب زي اللي انا عاملها؟ بس معموله حلوه قوي يا اخي. السوشيال ميديا النهارده بقى هنطير بيكم في كل انحاء الدنيا عشان نشوف معاكم مواقف وطرائف وعجائب وغرايب. عبرنا البحار والمحيطات وتسلقنا اعالي الجبال وغصنا في اعماق الماء عشان نقدم لكم الاثاره والمتعه. اه والله، والبسمه والدهشه واللقطه النادره والقطايف واللطايف. وهنسافر ونعافر ونطوف ونشوف، هنطير نجيبها لكم من كل انحاء الدنيا عشان نقدم لكم كل جديد. اهلا اعزائي المشاهدين، مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب النهارده معادنا مع الاثاره والمتعه والحلقة 91 بعد 109. هتسألوني يا جلال هتجيب لنا ايه النهاردة؟ هنروح في رحلة هنروح فيها كندا وهنروح استراليا ونشوف ايه اللي بيحصل. ده الحقيقه كان برنامج بيتذاع زمان اسمه مواقف وطرائف للاعلام الجميل جلال علام. هو صحيح ما كانش بيسافر ويطوف ولا حاجه يعني، والفيديو كان بيجي له جاهز، بس الصراحه كان بيجيب مواقف حقيقيه وكنا بنستنى الحلقه بتاعته كل اسبوع، وعمل يجي 3000 حلقه. المشكله بقى ان اليومين دول بقى فيه كميه بوستات عجيبه جدا وطرائف متفبركه كتير قوي، ويكتب تحتها كده شويه كلام عميق وعظه من الموقف نفسه. يعني يجيب مثلا صوره دب في بقه سمكه ويكتب تحتها ايه، دب ينقذ سمكة من الغرق. شفت الحيوان أحن إزاي من الإنسان؟ يعني حكمة تقيلة تجي له في صدره على طول. ويجيب لك صورة فرخة كده واقفة قدام فيل ويكتب تحتيها الشجاعة في القلب مش في الحجم. أثر هو قوي وهو بيكتب الموضوع ده. ويجيب لك مثلا صورة غراب واقف فوق نسر والنسر طاير ومش همه. والحكمة هنا بقى بتقول إيه؟ لا تلتفت للصغار وافرد جناحاتك وطير. ولازم ينهي البوست الحقيقة بحتة روحانية كده ويكتب إيه؟ لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. ده قسم عجائب الحيوان. تعالوا بقى ندخل على قسم عجائب الإنسان. تشوفهم كل بني آدمين ولكن هم شبه البني آدمين حقيقة. اللي ناحية اليمين دي أنثى الكلب بتتغذى على نفسها وبتموت ليلة دخلتها عشان ما تجيبلناش قرف تاني. لما اللي ناحية الشمال ده أقسم بالله بقالي 25 سنة في العلم والإيمان ما عارف الكائن ده إيه. وشبه المعزة قبل ما تتولد يتغذى على عفن الخبز وحاجة تقرف المعيز وتقرف الحيوانات وتعوذ بالله على دي أخلة يا حسبي الله ونعم الوكيل. يجيب لك صورة واحدة صاروخ جو أرض كده شجرة موز الحقيقة ولابسة كده لبس آخر دلع، ويروح كاتب تحتها إيه؟ تخيلوا إن دي وزيرة العدل في أرمينيا اللي بيعمل جريمة عندها بتسجله جوه مشاعر، ولو اتحكم عليه بالإعدام بتقتله بنظرة من عينيها، وأبشع جريمة عندهم جرح المشاعر. وأنت تشوف الصورة كده وتقول ليه يا رب؟ ليه يا رب ما خلقتنيش أرميني؟ ليه يا رب ما كنتش سفاح في أرمينيا؟ اللهم صل على حضرة النبي، أنت جبت المعلومات دي منين؟ وفي الاخر بتطلع الصوره بتاعت عارضه ازياء، واللي يجيب لك بقى صوره واحده كده شبه الانسه حنفي ويكتب لك تحتها دي ملكه جمال ايطاليا. تبص على الصوره يا مؤمن تقول دي ما ينفعش تكون ملكه جمال الشرابيه، ولكن يعني ايه، خلينا متفقين ان مقاييس الجمال عند الناس دي بتبقى مختلفه، بس مش للدرجه دي يعني. يعني مش لدرجه انك تجيب وش راجل وتركبه على جسم ست. محدش رد عليا يا باشوات، لو كبرت الصوره 30 في 25 تتكلف كام؟ عملت الصوره دي فين يا عصفور؟ انت انا اضعف كارينو اضعف كارينو. حقيقة بقى كل اللي فات ده كوم، واللي بيبعت صورة بني آدم براس كلب وصورة معزة وصورة معزة ولدت أرنب ويكتب تحتها لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. حقيقة أنا فعلا هقول سبحان الله، بس يا أخي سبحان الله على رخامتك وسمكتك اللي بتيجي في وشنا. الإشاعات في وقتنا ده بقت أكتر من الحقيقة. لا ده احنا بقينا بنحاسب بعض على أساس الإشاعات، بقينا بنصدقها ونمشي وراها، وساعات بتبقى بالنسبة لناس معينة مقنعة أكتر من الحقيقة اللي أنت لو حاولت تقولها أو تفسرها بيضحكوا عليك. إحنا بقى هندور معاك على الإشاعات دي وعلى مصادرها، ويا تقنعني يقنعك. ردي يا نشوى ردي. ألو
ايه موجود؟ اقول له مين؟ استاذ بطاطي. طيب ثانيه واحده. نشأت يا نشأت، في واحد اسمه بطاطي عايزك على التليفون. بطاطك مين؟ استاذ بطاطي. الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا بطاطي بيه؟ لا والله يا فندم انا اسف، موبايلي بس كان فاصل شحن والله يا فندم وحطه في الشاحن. اتفضل يا فندم اتفضل. ايه يا سلام يا فندم. لا طبعا تحت امرك، عينيا يا فندم عينيا. ايه الله يا فندم، الله على الافكار النيره والحلوه دي يا فندم. يا ده احنا مفتقدين الافكار دي والله يا بطاطي بيه. والله يا فندم يعني كل يوم بنتعلم من حضرتك حاجه جديده والله يا فندم. يا نظام ايه يا فندم، وشياكه ايه، وحلاوه ايه، ده انت يا فندم نبراس بنتعلم منه كلنا والله. يخرب بيتك، وانت ايه كنت بترضع نفاق؟ خلصي. ايوه يا فندم طبعا يا فندم طبعا، ده انت شخبطت معاليك يا فندم، هي الخطه اللي بنمشي عليها والله يا فندم. يعني شخيط حضرتك فينا هو المنبه اللي بينور لنا الطريق يا فندم والله. يا راجل هو انت مش هتبطل نفاق ابدا؟ يا فندم، يا فندم على شياكه حضرتك. ايه الكرافطه الحلوه دي يا فندم؟ والله يا فندم الكرافطه كانت حديث القناه كلها الفتره اللي فاتت. طب تصدق بايه يا فندم؟ انا هنزل بكره احلق شعري مخصوص زيرو عشان يبقى في جمال صلعه حضرتك. اه والله يا فندم ربنا يخليك لي. طبعا يا فندم طبعا طبعا علي الباشا. الله طبعا يا فندم، حالا يا فندم حالا. يا سلام، مع السلامه يا فندم. يا فندم هيتنفس حالا يا فندم. مع السلامه يا فندم. لا والله ما اقفلش السك، لا والله ما اقفل قبل ما تقفل يا فندم. بطاطي بيه انا ما بقفلش غير لما حضرتك تلزع السماعه في وشي. اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم. اي ايوه يا فندم. الله يا فندم الله ربنا يخليك يا فندم ربنا يخليك. سلام عليكم. يا لهوي يا نشأت، ده انت لو مطعم نفاق مش هتبقى كده. يا بنت اسكتي خلاص، تعرفي مين بطاطي بيه ده؟ مين بطاطي؟ ده مديري. انت مش فاهمه حاجه، اسكتي اسكتي. ايه بقى حكايه التليفونات النهارده مش هنخلص؟ الو اي عبد ودود. ايه بتقول؟ ايه بطاطي بيه ساب المحطه؟ ازاي يا عبد ودود؟ ازاي ده الراجل كان لسه مكلمني حالا. يا نهار ابيض، طب ومين مسك مكانه؟ رخاوي بيه. طب ابعت لي رقمه على الواتس اهو النبي، بسرعه بسرعه يا ابو ودود بسرعه يا اخويا. مع السلامه مع السلامه. يا خساره ما لحقتش تتهنى ببطاطا. اخرسي يا نشوه اخرسي. انت مش هتلاقي زي. ايوه الرقم اهو 0 1 2. ايوه 7. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. افتح في وشنا يا رب. الو رخاوي بيه. اهلا يا فندم، انا محمد نشأت يا فندم. ايوه يا فندم مقدم البرنامج. برنامج ايه؟ برنامج ما وراء البرنامج يا فندم. موظف عند معاليك يا فندم هنا. اه الحقيقه يا فندم يعني كان في اجماع من الاخوه لاقتراح انا اقترحته ان احنا نغير اسم البرنامج لما وراء رخاوي بيه. اه والله. ايه لا يا فندم استغفر الله العظيم، لا ما اقصدش يا فندم طبعا، يعني انا رايي يا فندم نسميه رخاوي وخلاص. اه ايه رايك يا فندم؟ ها لا طبعا يا فندم يا فندم مش جاب لي جاب يا فندم. بطاطي بيه ده يا فندم كان راجل والعياذ بالله ما بيفهمش حاجه خالص والله يا فندم، كان راجل كل خططه بايظه يا فندم. هو مش ده بطاطي اللي كنت بتشكر فيه من شويه؟ ايوه يا فندم. لا يا فندم انا كنت يعني كان قصدي يا فندم انه كان راجل هفيه الحقيقه والله يا فندم، كانت خططه كلها مبوظه كل الشغل عندنا. اه يا فندم المصلحة يا فندم هتنور، وألف ألف مبروك بمعاليك والله يا فندم. عايز أقول لحضرتك إن شخطة حضرتك فينا هي المنبه اللي بيرشدنا للطريق الصحيح. أيوه والله. إيه يا فندم؟ أه عارف بطاطي بيه يا فندم، أنا بقول لك كمدير السابق. أه يا فندم. إيه يا باشا؟ إيه يا باشا مش فاهم؟ أخو حضرتك؟ لا والله. شيء يا فندم؟ أه مفهوم يا فندم مفهوم. لا يا فندم هو لا حاضر يا فندم. لا هكتبها انا يا فندم. لا خط حلو. حاضر يا فندم. تمام يا فندم. مفيش حلقة تانية طيب يعني؟ مفيش فندم. تمام يا فندم. ولا تمام يا فندم. متشكرين يا فندم متشكرين. اتفضل يا فندم. لا يا فندم حضرتك يعني اقفل السماعة يا فندم. اه فيها فوشة يا فندم. اتفضل يا فندم. أخو حضرتك ماشي يا فندم. ده انت عليك كمية نفاق هتتعلق من عرقوبك في جهنم بسببه.
مالك في ايه؟ اخوات نشوى، انا هبتدي من الصفر. يعني ايه؟ بقول لك ايه، هو مش كابتن ميدو كان عايز مراسلين؟ حلو قوي. الو كابتن ميدو، والله يا كابتن انا من اشد المعجبين بحضرتك. النهارده بقى هنتكلم عن المطبلات، وهو الحقيقه كتعريف يعني الشخص القادر على النفاق لاي بني ادم ليه مصلحه معاه، والتطبيل ده فن. اه والله فن، وبيتطلب شويه مهارات خاصه كده يعني، ولازم يكون عندك الموهبه عشان تبقى مطبلاتي شاطر يعني. الموهبه دي ممكن تكتشفها منذ الصغر. الطفل، في طفل كده بيبقى من صغره باين انه مطبلاتي، بيبان عليه. يا بابا يا حبيبي، انت لو فرشت لنا الارض ذهب يجي ايه جنب قلبك الطيب المتسامح؟ مدير عام مدرسه القرع المباشر، ارحميني. ده لما بيكون عايز حاجه من ابوه مثلا فيدخل عليه الدخله دي، معروفه يعني. حبيب بابا يا احسن اب في الدنيا، ممكن ابوس بابا، ممكن احضن بابا، انا بحب بابا قوي قوي، ممكن 10 جنيه يقول بقى ال 10 جنيه في الاخر ويقول الطلب يعني، عايز يجيب شوكولاته، عايز يجيب مصلحه. بعد ما المصلحه بتخلص وياخد الفلوس، هيعامل ابوه معامله اونكل سمير الرخم اللي كل ما يجي يقول له انت سنه كام يا حبيبي، ويلعب في خدوده والواد يديله بالقلم على وشه. الطفل ده يا اخوانا بعد ما بيكبر شويه الاب بيكون اهرش اساليبه الدنيئه دي، وما بقاش بياكل معاك الكلام ده، فيبدا يتحول للام. ست الكل حبيبتي، ست الحبايب، يا نبع الحنان انت يا ماما يا حبيبتي، ويفضل على النغمه دي لغايه لما المصلحه ما تخلص. مجرد ثقافه عامه. عامه عامه. هو انتوا بتطبلوا ورا اي حد؟ اسفي 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 اسفي. وبعد كده تسمع صوت امه في المنطقه كلها من اللي بيعملوا فيها. الطفل ده الحقيقه بيكون مشروع مطبلاتي شاطر وليه مستقبل هايل في التطبيل، وده بيأهله بقى انه لما يكبر يدخل لمرحله التطبيل الاصعب اللي هو التطبيل لمراته. نوح حياتي، اي وحشتيني، حضري فضلي، جبت لك معايا ايه؟ جبت ايه؟ تين شوكي؟ يستاهل بقك دي شوكو؟ الله، ما معقول اسيب ايد غريبه تمد عليه، انا اللي هشيل لك شوكو يا حياتي بسرعه. طيب انسى مني، هو يقدر ما يبقاش طيب؟ النوع ده من التطبيل مختلف قوي قوي قوي، لان الراجل هنا مش بيكون عايز مصلحه، هو بيكون عايز يعيش في سلام وبس، ياكل عيش يعني، لا ياكل عيش في البيت وخلاص، وما يتعرضش لاي اذى لا نفسي ولا بدني. فلما مراته تعمل اكل مثلا فيقول لها ايه الحلاوه دي، تسلم ايد القمر اللي طبخ. والله انت لو عملتي برنامج طبخ هتقعدي الشيف شربيني في بيتي. يا حبيبتي انت لازم تاكلي كويس، انت خسيتي قوي. يا خراشي، ده انا عايش مع كتكوته يا ناس ولا ايه؟ صرف النظر طبعا عن ان وزن مراته اصلا بعد ما عملت رجيم 120 كيلو، والاكل اللي بياكلوه لو رموله مش هترضى تاكله. بعد كده بقى هيدخل على التطبيل الاكثر انتشارا، وهو التطبيل لمديره في الشغل. ده بيتطلب بقى مهاره خاصه جدا عن باقي الانواع التانيه، ده كوم وده كوم تاني، لانه بيكون في منافسين كتير الحقيقه في المنطقه دي، كل واحد بيكون عايز يثبت اخلاصه للمدير. عشان كده الموضوع ده بقى بيبقى محتاج مجهود اكبر الحقيقه، ولازم يبقى في مجموعه من القواعد كده نمشي عليها كلنا ونركز عشان ناكل عيش. القاعده الاولى هو انك تعرف ان كل قرارات مديرك صح، مش زار صح، حتى لو كل الناس قالت غلط. ولازم تقابل القرارات دي بالمدح والتصفيق الحاد والبكاء، يعني البكاء من شدة الفرح لازم تعيط قدامه، وكل ما هتعيط اكتر كل ما هتعلى. القاعدة رقم 2، انك ما ينفعش تقول لمديرك يا استاذ فلان كده عادي سخير يا استاذ، لا ده ما فيش، ده خالص، ده انتهى خالص يعني. حضرتك في بعض المصطلحات لازم تقولها. صباح الخير يا قائد، يا سيادة الكوماندا المهم، سيادتك المهندس اللي بيخطط حياتنا، سيادتك الدكتور اللي بيعالج اوجاعنا، حضرتك مثلي الاعلى. القاعدة الثالثة، انك لازم تتابع الفيسبوك بتاع مديرك، ده مهم بقى، دي تحط تحتيها 100 خط كده، بحيث تكون اول واحد يبارك له على المولود الجديد، واول واحد يضحك على النكته البايخه اللي كتبها، واول واحد يعجب بالحكمه اللي سرقها وكاتب تحتيها اسمه، عادي جدا مفيش مشاكل خالص، مبسوط لايك، خش لايك على القلاد كبيره كمان تقعد تدوس عليها كتير. القاعده الرابعه والاهم هي انك لازم تثقل بقى موهبه التطبيل بانك تبقى عصفور، يعني ما ينفعش تمشي لوحدها، لازم تيجي جنبها يعني عشان تاكل عيش معانا يعني. وتنقل كل اخبار زمايلك في الشغل، ليه؟ عشان تكسب قط مديرك كده، تبقى عملت اللي عليك، والتوفيق بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى في اللي احنا عملنا اللي علينا واجتهد. عليا النعمه يا استاذ، عليا النعمه، صورتك اتحط على مجله التايمز. يا تبدا التطبيل، التطبيل عند البنات والستات ليه مراحل تطور برضو الحقيقه، يعني البنت مثلا وهي مخطوبه وعشان قله العرسان وعشان امها محلفاها انها تمسك في العريس بايديها واسنانها، فتبدا تطبل لخطيبها عشان المصلحه تخلص، تقوم تقول له مثلا حبيبي مش انا نزلت صورتك امبارح على الفيسبوك بتاعي واصحابي افتكروك احمد عز، يعني في صرف النظر على انه سليمان عيد في الواقع يعني، بس هو يعني والله افتكروك كلهم احمد عز،
تتخيل. انت عارف يا حبيبي كل اصحابي بيحسدوني عليه، بيقولوا لي كل ما نشوفه نفتكر رشدي اباظه على طول. وبعد طبعا ما تتجوز والمصلحه تخلص قابل بقى معلم ما تقول لها حبيبتي يا معلش هو فين الكلام الجميل اللي كنت يعني ها كنت بتقوله لي قبل الجواز على طول. تقول لك مش تحمد ربنا ان انا رضيت اتجوزك اساسا بشكلك ده اقرع وبكرش وفضحني وسط اصحابي. ايه متجوزه شاويش عطليه ابو شكلك يا اخي. شوفوا البنت قبل الجواز عفريتها بيتي والكوتي والتوتي والعينة نونة نونة وينا بيتي عارف ايه والكوحية والبطوطة قطة. شوفوا لما تتجوز ترهرط وتتنيل ولا زينة ولا هداب وريحتها وحشة. بعد كده طبعا الست بتبدأ تستغل طاقتها التطبيلية في حاجات تانية، يعني لو عايزة حاجة مثلا من جارتها اللي بتشتمها أصلا ليل ونهار عادي وبتلعن اليوم اللي سكنت معاها فيه في نفس الدور وتقول لها حبيبي قلبي يا أحلى جارة في الدنيا. أنا أعرف ناس بيضربوا بعض جيران والله العظيم بيضربوا بعض على الكراسي عادي جدا. تعرفي بقى تعرفي أنا بحبك قد إيه؟ أكتر من أختي والله أكتر من أختي بموت فيكي. أنا ما بجيبش سيرتك غير بكل خير والله. يا عسل يا سكر يا حبيبة قلبي معلش يا حبيبتي أصلك اعمل سلطه لسعود ما لقيتش ليمون الاقيش عندك خيارايه وطماطميه وفلفلايه ملونه كده وبصلايه بس عشان سلطه اصل ما لقيتش ليمون. ما نجيبكوش حاجه وحشه يا بنات ولا يحرق قلبكوا ولا يسلك الدوكوا ولا ينفخ في حدوكوا. بعد ما تاخد الحاجه طبعا وتقفل باب في وشها ما جاتش ليه الوحشه تعذب دي ماتت من 28 سنه كنت جاي تقر عليا يا بنت هنيجي بعد كده لأبشع أنواع التطبيل. هو التطبيل اللي بيكون عبر السوشيال ميديا زي إعلام الأغا كده مثلا. جيش التركي ده جيش خلافة ده جيش محمد الفاتح. النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال على الجيش ده والفتح ده نعم الجيش جيشها ونعم الأمير ذلك الأمير. أنت جاي دلوقتي بتقول ده احتلال فاهم أنت؟ إزاي ده احتلال يعني؟ في حاجة اسمها فتح زي فتح مكة. يظهر أردوغان زعيم مسلم في أرض جرداء ليؤكد أنه يوما قريبا ستشرق الشمس. الزعيم الإسلامي اللي ارتقب شعبه ووضعه ضمن مجموعة العشرين باقتصاد مش ببترول. مبروك على الشعب التركي والشعوب العربية والإسلامية زعيما رجلا في أمة عز فيها الرجال. وجه تركيا الحقيقي مع أردوغان يبدأ الليلة. تذكروا تلك الكلمات جيدا. الله غالب. يقعدوا يسقفوا على كل حاجة يزغرطوا كده الولي نعمتهم حتى لو كانت غلط. يعني يسقفوا مثلا على الاعتداء على الدول ويسموه فتوحات إسلامية ويسقفوا لبيوت الدعارة ويسموها علاقات إنسانية خفيفة لطيفة ظريفة. عاشر خليفة في كل حاجة عملها وبيعملها وحيعملها والله غالب. الحقيقة ان الحقيقة بقت مملة ما فيهاش اكشن ولا سسبنس زي الاشاعة ما فيهاش حاجة تشعل الجو. لا وكمان ممكن اوصلك الحقيقة بطريقة كده ملتوية او اوصلها لك بشكل مش حقيقي بعد طبعا ما ضفلها شوية بهارات تغير ملامحها تماما. الحقيقة يا جماعة ما ينفعش يتضاف ليها اي حاجة لانها زي القهوة السادة مرة بس بتفوق وتصحصح وما فيش غنى عنها. معاكم بقى هنشرب قهوة الحقيقة المرة بس كلنا مع بعض. الحقيقة المؤكدة في وسط حالة الفوضى اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط إن مصر مش بتاعت كلام وإنها بتعرف تاخد حقها بمعلمة مش بالتصريحات الفشنج ولا الكلمتين إياه اللي رجالة قطر وتركيا بيدغدغوا بيها مشاعر اللجان الإلكترونية بتاعتهم اللي مدورين. قبل ست سنين كانت البلد دي على فيض الكريم وكانت رايحه في سكه تانية خالص. اللي حصل ان البلد رجعت لنفسها وكان في مشروع لاعاده احيائها من جديد. المشروع ده كان بيعتمد على حاجتين، الاول انك تبني اقتصاد يعتمد على نفسه مش على الاستدانه من بره وعلى المعونات وسلفني كده والنبي حبه بترول وناقله غاز من عندك عشان بس يعني نمشي بيهم حالنا، نبقى دوله بتشتغل وبتصنع وبتزرع وبتصدر وعندها دخل يامنها. الاقتصاد المصري الاكثر صمودا في المنطقه امام الازمه الحاليه. الثاني انك تحدث الجيش بتاعك وتجيب له احدث الاسلحه وتدرب رجالتك عليه. الجيش المصري التاسع عالميا أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط وفق التصنيف السنوي لموقع جلوبال فاير باور المختص بالشأن العسكري للدول. الحاجتين دول كانوا شغالين جنب بعض في اقتصاد اتبنى وجيش تم تحديثه ومسألة الجيش دي كانت مهمة جدا لأن العافي محدش بيقدر ياكل لقمه. أنت عندك غاز في البحر المتوسط هتحميه بإيه؟ عندك مشاكل على الحدود هتحلها بإيه؟ عندك تهديدات بتحصل في المية ومحدش عارف إيه اللي هيحصل لكن اللي بيهددك عارف كويس قوي إن سكوتك عليه ودعوتك للتفاوض والتعايش
الجيش العادل مش ضعف، بالعكس ده قمة القوة. وجود جيش قوي ومدرب وعنده أحدث الأسلحة وأعظم أبطال ده مهم جدا. وخلي ناس كتير كده ترجع خطوات لورا شوية، لما أنت حددت خط أحمر في ليبيا قلت اللي هيقرب منه هيزعل، ووجهت دعوة إن الموضوع يتحل بالاتفاق وبالسلام. العالم كله اتحرك وراه وكلهم أكدوا على كلامه، لأنهم عارفين كويس قوي أنت تقدر تعمل. لما تركيا ما لقتش فايدة من الإرهابيين اللي بتبعتهم، وعرفت إن البحرية المصرية لو مش عايزة تعدي سمكة من البحر المتوسط مش هتعديها، كان لازم ترجع لورا شوية. اللي حصل في ليبيا واستجابتهم لكلام مصر والدعوة اللي طالبوا فيها بنزع السلاح وطرد المرتزقة بيقول كلام كتير قوي. أهم حاجة فيه إن مصر دولة محترمة عمرها ما طمعت في حاجة مش بتاعتها، دولة ليها حضارة تاريخ خلاها ما تفكرش تعمل زي تركيا اللي شافت مشاكل في دولة عندها بترول وفلوس قالت تروح تحتلها، وليبيا دي أصلا جنبنا. ومع ذلك كان كل الكلام إننا مش هندخل ليبيا إلا بدعوة من شعبها، وهنخرج منها لما شعبها يقول، وإننا مش عايزين حاجة ولا طمعانين في أي حاجة. مصر دولة محترمة بتتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. كمان اللي حصل بيقول إن مصر دولة قوية بتعرف تاخد حقها وبهدوء، وإن مهما كان أي صوت عالي فمصر عارفة كويس قوي هي عايزة إيه وهتعمل اللي عايزاه. طب جاهزين للتيك توك؟ النهارده بقى هنطير بيكم في كل انحاء الدنيا عشان نشوف معاكم مواقف وطرائب وعجائب وطرائف. يا بيه فين الكلام؟ بقيت الكلام يا بيه، ده احنا زهقنا الموضوع ده 100 مره. وتسلقنا اعالي الجبال وتسلقنا اعالي الجبال وغصنا ايه الواو ليه ما انا عامله كده؟ طيب بصوا شباب، احنا بتهيألي في الحلقه دي محتاجين نتكلم في التوك شو على التصريحات الاخيره لتركيا والمستشارين بتوع اردوغان. يعني هم عملوا تصريحات كده تبدو يعني وكانهم بيجيبوا ورا شويه، فده عمل حاله ذعر عند كل الاعلاميين بتوعه. خلوا دول لو اتسلموا عندنا المفاجاه دي يا ريس، هستغلهم احلى استغلال. طب ومعتز مطر؟ معتز مطر بقى انا بتغاظ منه. شفت فقرة السكاكين؟ عارفها، مش الفقرة دي اللي هم بيحطوا واحد كده ويفضلوا ينشروا عليه سكاكين؟ بالظبط، احنا بقى هنجيبه ونوقفه بظهره. اشمعنى؟ يعني عشان الراجل اللي بيحلف السكاكين بقى ينشل يجيبها في عينه. السوشيال ميديا كان هاني عمال يشير حاجات على صفحته كده من كام يوم، عايز ممكن نتكلم عليه. فاضل فيك. بالظبط، يجيب لك صورة واحدة كده صاروخ جوا ارض، يعني تحس انها شجرة موز والله العظيم. و لابسه ايه؟ فانتوشيب؟ ايه فانتوشيب دي؟ اللي بيعملوا جريمه عندهم، اللي بيعملوا جريمه عندها، وفي الاخر تطلع الصوره بتاعت عارضه ازياء عادي جدا، واللي يجيب لك واللي يجيب لك صوره اخليه يقول ربع تاني ولا ايه؟ لمين؟ هو في حد؟ عايزين ناخد مراحل التطبيل، يعني عشان هي التطبيل ده بيبقى مراحل، وبعدين في ناس بتطبل لمراتاتها. النوع ده من التطبيل مختلف قوي قوي قوي، لان الراجل الحقيقه مش لان الراجل هنا مش بيكون عايز مصلحه، هو بيكون عايز يلا لا خلاص اطلع انزل شويه. انا عارف طبعا ان كل انت عارف يا حبيبي، كل لما اشوفك يعني لو عايزه حاجه مثلا من جارتها بتشتق، اصل يعني جيت اعمل سلطه لسه عبض ايه. والان مع المفاجاه، هو مش الاردن، هي مش مصر ولا تجيب مسائل لمين النوعيات وافتراءات دي اللي بتتحول تاني. العارف ولا تجيب مسائل لمين تاني النعون والاتنين مربوع وكل رهاناتها كده بتضيق تاني. ماشي واقتصادها بيتراجع.